عسلمة، مرحبا بكم. اليوم نهار جديد ودبارة جديدة. دونك بالنسبة لليوم انا من الصباح كنت باش نطيب الملوخية، انا حطيتها باش نحطها من الصباح 9:30 يظهر لي تاع الصباح توا، باش نحطها طيب باش تخلطي مع وقت فطور القايلة. اول حاجة انا عملتها باش نعطيكم سر البنة بتاع الملوخية، ويكذب عليكم اللي يقول لكم ما تجيش هذه، هذايا هو سر البنة تاع الملوخية اللي هي النعناع الشاي. دونك خديت اللحم تاعي هاكا مازال ما حركتوش، خديت اللحم حطيت مغرفه صغيره طماطم، مغرفه صغيره هريسه، مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره كيف كيف تابلو كرويه، حطيت الثوم تاع 4 سنون كبار شويه كيكة والا 7 صغار، حطيت النعناع الشايح، شويه كركم، وشنو اخر حطينا، مغرفه صغيره طماطم قلت. هذا ما كل توا نحاول هكا ندخل الفحم تاعي، تنجموا تلبسوا القاع وتحاولوا تدخلوه بالقدا في اللحم، وباش نغطيو اللحم تاعنا ونخليوه يرتاح على جنب ونمشيو نحضروا الملوخيه. دونك بالنسبه للملوخيه نحطوها هي تتقلى المره الاولى، الزيت انا ما عنديش به، كما قلت اللحم هذا باش نحيوه على جنب، هاو نخليوه يشرب الفحم تاعو. بالنسبة للملوخية حطيت 200 غرام ملوخية، ما قصتش الزيت، أما قعدت نصب في الزيت حتى لي ونخلط حتى لي وليت أوموجين. ما تكثروش برشا وزيدا ما تحطوش شوية باش من بعد تقر الزيت نتاعها. باش نحطوها على الغاز نخليها تسيل في عقلها. لهنا اللحم نتاعنا باش نحطوه باش نغطيوه ونخليوها على جنب حتى يشرب الفاح نتاعو الكل. هذوما هما اسرار البنة نتاع الملوخية. طبعا باش نهزك الملوخية نقليها، نحطها على الغاز تتقلى، قاعدة نقلي في الملوخية، من بعد باش نبدا نصبلها في الماء الدافي، مش سخون برشا برشا، معناتها قاعدة تتقلى. من بعد نصبو لها الماء، نحطو اوراق الرمل، نمرقوها ونخليوها على نار هادية تطيب نتاع 3 سوايع هكاكا، وقتها نعديو الساعة الأولى. وانتوما واللحم اللي عندكم إذا كان باش طيبوها بالبقري ياخو برشا وقت، تعديو سويعة ومن بعد تحطو اللحم تاعكم، إذا كان باش طيبوها بالعلوف كيف أنا اليوم باش نخليه للساعة الأخرى نحط اللحم تاعي. خليها تطيب قد ما تطيب الملوخيه وحدها قد ما تجيب لينا راه هكا. قليناها توا، امرقتها بالماء ونقعد نحرك هكا شويه حتى تتحل في هكا الماء هذاك، ونغطيها ونخليها تطيب على نار هاديه. هذه هي الملوخيه نتاعنا.